ثورة نوفمبر، اندلاع الثورة التحريرية 54، وبمناسبة العيد 70، ولاية وهران كباقي ولاية الوطن يعني، وعمل بتعليمات السلطات العليا للبلاد. سحضرنا يعني عملية توزيع سكنات، ستكون يوم الأحد إن شاء الله على الساعة 10. المرة هذه يعني في 5 جويلية كنت شفتوا باللي باش يعني حصة الأسد ذهبت إلى القضاء على السكنات الفوضوية والسكنات الهشة. هذه المرة يعني ارتئينا أن تكون يعني السكنات موجهة إلى طالبي السكنات الاجتماعية. العديد من البلديات يعني قامت بإعداد القوائم أخص بالذكر يعني البلدية بلدية ليلات، وبلدية كذلك الكرمة، وبلدية برلجير، وبلدية كذلك العنصر، وبلدية العديد من البلديات اللي قامت بإعداد يعني ذلك الأمر من أجل التخلص من كذلك 20 سكن أخرى على مستوى البركي خلال هذا الأسبوع القادم إن شاء الله.